بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير، وبلغنا الله وإياكم رمضان بالخير واليمن والبركات. النهاردة هنتكلم على إزاي دراسة الجودة والعمل فيها يغير حياتك. في الحقيقة في حاجات كتير وأنا دايما أقولها في المحاضرات التمهيدية للسي بي اتش كيو أو الكوالتي مانجمنت، ولكن في الحقيقة هتكلم النهاردة على حاجتين رئيسيتين. أول حاجة ان دراسة الجودة، سواء الجودة في الرعاية الصحية او الجودة بوجه عام، بتغير المايند سيت بتاعتك، بتغير طريقة تفكيرك، بتحولك الى انسان تاني، دوت اللي بيدرس صح وبيتعلم صح وبيتدرب صح بيتغير تماما. ازاي؟ اول حاجة انت بتتعلم ان كلمة problem على سبيل المثال، المشكلة والمشاكل والحاجات اللي ممكن تبقى مستحيلة وصعبة، بتتعلم ان كلمة problem دي بتتغير الى كلمة area for improvement او منطقة تحسين، يعني حاجة ممكن تتحسن باستمرار. ودوت paradigm shift كبير في الحقيقة، بيخليك تنظر الى الامور حتى الصعبة بطريقة اكثر براجماتية او اكثر عملية. الامر الثاني، ان انا شخصيا في حياتي بأميل الى استخدام الإيشيكاوا فيشبون في التخطيط، لأنها بتستخدم في root cause analysis أو تحليل السبب الجذري، لكن أيضا تستخدم في التخطيط. فسواء أنا مسافر أو بعمل project أو research أو رحلة، بخطط بإيشيكاوا فيشبون. الحاجة اللي بعد كده، أن أنت بتتعلم decision making يبقى evidence based informed decision، بتتعلم information management، بتتعلم performance measurement، فتبدأ تتخذ قراراتك بناء على بعض المعلومات و articulating evidence، في دلائل مش مجرد هانش او مجرد جيسنج، لا في دلائل. طبعا اللي انا شايفه ان حرام جدا ان الواحد ما يستفدش من كل الحاجات دي في حياته الشخصيه ويركز فقط فيها مع حياته العمليه. الشغل عباره عن شريحه من حياتك، لكن حياتك هي الاكبر، فالافضل ان انت تطبق هذه الاشياء في حياتك لانها بتطور شخصيتك زي ما هي بتساعدك تطور عملك ايضا، لان فكره الكواليتي عموما مبنيه على الكونتينوس امبروفمنت او التحسن المستمر. وانت بتعمل بيرفورمانس ميجرمنت او بتقيس اداء في اي حاجه، سواء في حياتك الشخصيه او في شغلك، عندك تولز كتيره، على راسها طبعا البي دي سي اي بمنتهى البساطه اللي انت ممكن تطور بيها. Plan, Do, Check, Act، وأنصح بالرجوع إلى 2 vlogs اللي قبل كده بحيث تقدر تتعرف على الـ PDCA ممكن تساعدك في تحسين جودة حياتك إزاي. من التولز الخطيرة اللي أنا بستخدمها بصراحة شخصيا في حياتي الـ Force Field Analysis في اتخاذ القرار، ولكم أن تتخيلوا أن هذه التول اللي ممكن تاخد منك بضع دقائق أو بضع ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور على حسب قوة القرار وأهمية القرار، أنا اتخذت بها قرارات مصيرية في حياتي. الفورس فيلد أناليسز هذه الطريقة السهلة جدا، ممكن تعمل على جوجل كده وتبص على الفورس فيلد أناليسز، إن أنت بتضع الحاجة اللي أنت بتفكر فيها أو عايز تتخذ فيها قرار، بعد كده بتقسم الصفحة نصين، إيه البروس وإيه الكونز، الإيجابيات والسلبيات، وتحط الليجند كده أسهم، سهم رفيع ممكن تديله ويت رقم 1، سهم تخين شوية تديله 2، سهم أدخن تديله 3 على سبيل المثال، وبعد كده تشوف الأسهم الويت بتاعها التوتال في كل ناحية قد إيه، وبناء عليه تبدأ تحدد هل it go for this decision، ولا توقف شوية، ولا تعيد النظر فيه، ولا تلغيه خالص، ولا ممكن تروح لبديل تاني تماما. فالفورس فيلد أناليسيس من الحاجات فعلا في منتهى الخطورة. في الكواليتي مانجمنت بتتعلم التشينج مانجمنت، إدارة التغيير، ودي تريك في منتهى الخطورة لمن يجدها يقدر يغير حياته للأفضل ويغير عمله باستمرار للأحسن. في التشينج مانجمنت بنتعلم مبدأ في منتهى الخطورة. طبعا له موديلز كتير على رأسها كوترز هارت اوف تشينج، لكن في الحقيقة كل التشينج مانجمنت بيتمحور حول سؤال في منتهى الخطورة. كل الناس بتسأل what's in it for me؟ ايه اللي ليا في هذا التغيير؟ هل التغيير دوت هيعود عليا بنفع ولا لا؟ في الكواليتي مانجمنت هتتعلم ليدرشيب كونسبتس، هتتعلم الفرق بين القياده ايضا والاداره، وهتعرف ان القائد ليس بالضروره ان هو يبقى اسمه مدير، لكنه يقدر يبقى قائد لذاته، ممكن يبقى قائد لعيلته، ممكن يبقى قائد لاسرته، ممكن يبقى قائد لزمايله، ممكن يبقى قائد في العمل without any title. حتى في كتاب لروبن شارما شهير اسمه The Leader Without Title، حاجة زي كده يعني مش لازم يبقى التايتل بتاعك مدير، لكن انت تبقى قائد، يعني تستطيع التأثير وتغيير الناس للأفضل وتحسين حياتهم للأفضل. تمام؟ بتتعلم في الكواليتي مانجمنت، بتتعلم الانفورميشن مانجمنت والبرفورمانس ميجرمنت
وبناء عليه بتتخذ قراراتك بناء على معلومات وليس على مجرد هانش او جيسنج، وبتصل لمرحله اسمها evidence informed decision making، او ان انت بتarticulate evidence وبتتعلم بقى ال hierarchy of evidence علشان تقدر تتخذ قراراتك، فتبقى مش مبنيه بس على مجرد يعني مجرد تخمينات او مجرد احساس، وانما بناء على معلومات. دي نذر يسير جدا من اللي ممكن تتعلمه في حياتك من الكواليتي مانجمنت سواء في الهيلث كير او غيرها زي ما قلنا، تغير بيها المايند سيت او طريقه تفكيرك تماما، ودي من اهم الميزات في دراسه الجوده والجوده بوجه عام. الحاجه الثانيه، يبقى اول حاجه بتغير طريقه تفكيرك، بتغير المايند سيت، وده حاجه مش قليله. الحاجه الثانيه ان هي ممكن تساعدك تعمل كارير شيفت تماما. لو انت كلينيكي مثلا، طبيب كلينيكي، ممكن تتحول الى الكواليتي مانجمنت. لو انت فارماسيست، لو انت نيوتريشنست، لو انت سوشيال وركر، نيرس، ادمنستريتور، سواء في القطاع الصحي او خارج القطاع الصحي، انت تقدر تتحول الى الكواليتي مانجمنت سواء في الرعايه الصحيه او غيرها، وتوسع افاقك وتبدا تعمل فيها. و يعني انا شفت كتير من الناس ما شاء الله ربنا وسع عليهم بسبب الكواليتي مانجمنت، فعملت له شيفت كارير شيفت عفوا، وفي نفس الوقت ممكن تكون عادت عليه بنوع من انواع الدخل الطيب. فدي طريقه، في ناس كتير بترسلني عايزه تغير الكارير، اللي تغيرات مثلا في لوائح الدوله، في نظام الدوله، في القوانين، في دوله عايز يروح لها او يهاجر لها، فعايز حاجه ممكن تساعده. فالكواليتي مانجمنت من الحاجات المتميزه اللي مش محتاجه ترخيص، وهي اداره ولوجيك وبيك سنس، ولكن في الحقيقه اللي بياخدها بحقها بيبقى انسان متميز. لان انت هتلاقي كتير جدا من الناس درست جوده لكن قله هم المتميزين، وانا عايزكم تبقوا من المتميزين دول، اللي هم تاخدوا فعلا الجوده كحاجه تغيروا بيها حياتكم الاول وتطوروا بيها حياتكم الاول، ثم بعد ذلك المؤسسات اللي انتم شغالين فيها. اتمنى اكون اجبت على جزء ولو بسيط من هذا السؤال الهام. طبعا في اشياء كثيره، ان هي بتدرس فيها ريسيرش فتساعدك في الريسيرش بتاعك والماستر والبي اتش دي لو انت عايز، ان انت بتبقى بتفيد الكوميونتي، بتانهانس البيشنت سيفتي في المجتمع، وهو الى اخره اشياء كثيره جدا. لكن انا بتكلم على المستوى الشخصي، ان انت هي بتغير المايند سيت وايضا تعمل لك كارير شيفت كبير. اطيب المنى وفي امان الله.